الآن أدعو سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، رئيس مؤتمر دبي العالمي للسلام. يرافقه سعادة سلطان بن بطي بن مجرن نائب رئيس مجلس الأمناء نائب رئيس المؤتمر إلى المنصة لبدء التكريم. الآن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي يقدم درعا تكريميا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. ومعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله يقدم هدية تذكارية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله راعي المؤتمر. شكراً وتقديراً لسموه على رعايته لهذا المؤتمر وهذه الجائزة المباركة. ويقدم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله هدية أخرى لسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي. ويقدم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله هدية للمخرج الهولندي الذي أخرج فيلماً أساء الإسلام ثم هداه الله للإسلام مستر أرنولد فان دورن. وبالأمس وبعد صلاة الجمعة أعلن نجله أيضاً دخوله الإسلام. الله أكبر. والآن مع تكريم ضيوف المؤتمر والمتحدثين فيه، فضيلة الشيخ يوسف أستس نجل المخرج الهولندي سمى نفسه الآن علي. وقد دعاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله لأداء العمرة مع والده إن شاء الله تعالى قريبا. فضيلة الشيخ يوسف أستس، وللشيخ يوسف أستس جهود عظيمة في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة.
فضيلة الشيخ الدكتور زاكر عبد الكريم نايق. والشيخ الدكتور زاكر عبد الكريم نايق له جهود عظيمة ولا يخفى عليكم من خلال جولته في العالم وكذلك من قناة بيس. فضيلة الشيخ عاصم الحكيم. جزا الله خيرا المتحدثين في هذا المؤتمر على جهودهم فضيلة الشيخ سعيد راجي. فضيلة الشيخ الدكتور محمد صلاح. فضيلة الشيخ الدكتور توفيق تشودري. فضيلة الشيخ إسماعيل بن موسى مينك. فضيلة الشيخ نعمان علي خان. فضيلة الشيخ عبد الباري يحيى. فضيلة الشيخ أحمد حامد. السيد أرنولد فان دورن. السيد محمد عبد الهادي.
السيد يوسف تشامبر. شكرا لكم علماءنا ودعاتنا ومفكرينا وواعظينا على جهودكم الكبيرة. شكرا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب الحرم المكي. شكرا للجميع. أترككم مع باقي جلسات المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.